المستشارين هو اللي لفت انتباهنا إلى رسالة وضعت داخل الصندوق الانتخابي. الرسالة دي السيدة وضعت رسالة بعد أن صوتت في الانتخابات وعندها مشكلة. شوف، رغم أن عندها مشاكل لكن قالت هأصوت في الانتخابات. والرسالة احنا استعرضناها معاكم منذ قليل، وهي قالت انها عايزه انه هذه الرساله تصل الى الرئيس السيسي. احنا استخدمنا الوسيله التي يعني نتحكم فيها وهي الشاشه، لكن كمان هنعمل على وصول هذه الرساله الى الرئيس، وانا اعتقد انها ان شاء الله هتكون قد وصلت بالفعل. وهي معانا السيده هند محمد. يا حاجه هند، اهلا بيكي. استاذ وائل، اهلا بيكي يا استاذه هند. ازي حضرتك؟ اهلا بيك. قولي لي، انت كنت في لجنه ايه؟ في لجنة شبرا. في شبرا. اه، جات لك الفكره ازاي انك يعني هتكتبي رساله فيها مشكلتك يا مدام هند؟ جات لك الفكره ازاي؟ انا صراحه يعني الانتخابات دي جات لي، يعني مش عاوزه اقول لحضرتك، فتحت نور من عند ربنا اللي انا وصلت رسالتي او مشكلتي للسيد الرئيس. مش عارفه احصل على شقه، ومعايا 3 اولاد وجوزي صنايعي، وانا بنزل اشتغل وعشان اساعده في المعيشه. انتوا كنتوا قاعدين السنوات اللي فاتت دي في ايه؟ في في شقة شقة ايه؟ مدة في شقة مدة ايجار. ايجار طبعا، يا يجددوا العقد ويزودوا الايجار، يقولوا خلاص بتاعتي انتهت. وانتوا امكانياتكم المعيشية ما تستحملش ده يعني. ما تستحملش عندي 3 اولاد في مرحلة تعليم، واحدة في ثانوي والتاني في اعدادي والواحد تاني حضانة. طب هنعمل ايه تاني؟ طيب ما نعلم، وعندي بنتي كبيرة على وش جواز اجهز، ولا مش عارفة الواحد يعمل ايه طيب في المعيشة اللي احنا فيها دي. والله والله انت ست يعني. يعني انا نزلت اساعد جوزي، هو جوزك بيشتغل ايه؟ صنايعي صنايعي، صنايعي. وانت اشتغلتي بتساعديه؟ انا نزلت ساعدته والله عشان يعني نكمل مشوارنا مع عيالنا. ان شاء الله تكملوا مشواركم، والحياة قايمة على التكافل بيننا وبين بعضنا البعض بهذا الشكل. قولي لي قولي لي يا مدام هند، انت هنا في ناس بيبقى عندها مشاكل زي دي وتقول والله بقى انا مش هصوت في الانتخابات علشان ما انا حياتي كلها مشاكل، واصوت بقى لمين وانا حياتي كلها متاعب يعني. يعني انا بقول لحضرتك الانتخابات دي جات لي طاقه قد كده من عند ربنا، وربنا سبحانه وتعالى الهمني ان انا اروح اصوت بصوتي واحط رساله يعني للرئيس. عاوز اوصل للسيد الرئيس اكلمه على مشكلتي، يجيب لي شقه، نفسي في شقه. والله انت ست بتتحدى الصعاب، بتساعدي جوزك، والست جات لها فكرة كده انه ده صندوق انتخابي يعني هدي صوتي، لكن كمان لما وصل رسالة فيها مشكلتي وفيها ألامي لرئيس الجمهورية. يعني هنا ايوه بتخاطب بقى رئيس الجمهورية، مش الرئيس، انا مش المرشح. ايوه نفسي، يعني نفسي رسالتي توصل لسياده الرئيس، وبقول لسياده الرئيس فتحي السيسي انا مقتنعه بيك 100%، وانتخبت حضرتك في الفتره الاولى وانتخبت حضرتك في الفتره الثانيه. انا نفسي حضرتك تديني شقه، نفسي في شقه، نفسي في شقه، اقعد في شقه حلوه. انا بقعد في شقه والله حضرتك، انت لو جيت حضرتك شفت المعيشه اللي انا قاعده فيها حضرتك، يعني انا اصعب على حضرتك وعيالي. نفسي 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 منه من عند ربنا انت يعني. عندك حق، انت عندك حق في انك تبقي عايزه تحسني حياتكم المعيشيه. اذا كانت قدراتكم الماديه لا تسعفك، فانا واثق ان شاء الله. عايز يا رب اقولك يا انه رب. يعني محافظ القليوبيه اتصل بينا، وهو كان فاكر انها في شبرا الخيمه، لكن انت في شبرا، وبالتالي انت في محافظة القاهرة مش كده؟ ايوه اه بس هو قال انا مستعد اديها شقة وهشوف مع محافظ القاهرة، اذا ما يا اديهاش رب الشقة انا هديها انا الشقة يعني. يا رب يا استاذ وائل بحق. انا بقى انا صراحه ربنا انا مش مصدقه اللي رسالتي توصل لحضرتك وهتوصل للرئيس ان شاء الله. ان شاء الله، واحنا هنتابع معاكي لغايه ما تحققي امنيتك، لان يا رب يا رب يا رب الحياه قائمه على التكافل الاجتماعي بهذا الشكل. انت لا تتسولي ربنا يعني، لا يعزك، ده ربنا حقك، يخليك يا احنا استاذ كلنا وائل. بنتكافل مع بعضنا البعض، ومن حقك انك انت يعني امكانياتك لا تسعفك على ايجار جديد وبهدله بهذا الشكل، فانت عايزه
شقة عشان تشعري بالأمان أنت وولادك يعني. يعني شوف حضرتك نزول عفش وطلوع عفش والعفش اتكسر والله. يعني انا بقول لحضرتك انا يعني انا متضايقه انا وجوزي وعيالي. نفسي امنيتي من عند ربنا. يعني كل ما بيزودوا عليك الإيجار بتمشي وتعزلي وتروحي شقة تانية إيجار تاني. يعني شوف بقى حضرتك، يعني انا عاوزه يبقى في مكان لي استقرار انا وعيالي وجوزي. عاوزين نقعد في مكان ايه؟ يعني انا دلوقتي انا بقول الواحد لو مات هيفضل كده متنقل كده لكده لكده. لا ان شاء الله يعني على الهوى مشكلتك اتحلت بنسبة يا مية رب في المية يعني. يعني يا رب يخليك يا استاذ يا رب. محافظ القليوبية سيادة المحافظ مش اكد معانا انه هو قال هتواصل مع محافظ القاهرة اذا مش هو اللي هيوفر الشقة هو هيوفر الشقة. يعني احنا هنا ثقة ان الشقة طبعا. ومع ذلك كمان رسالتك ان شاء الله تصل إلى رئيس الجمهورية، لأن دي سيدة يا جماعة مهما كانت متاعبها ومشاكلها وألمها. ففي ناس تقول لك إيه والله يعني طب الحياة كده بقى، والله ما هصوت في الانتخابات. لا، التصويت في الانتخابات إنك بتحمي مؤسسات الدولة وبتحمي بلدك بالاستحقاقات الانتخابية. وجات لها الفكرة إن أنا هصوت في الانتخابات وهحط الشكوى لعلها تصل لرئيس الجمهورية يعني. وهي بالفعل يعني الشكوى هنا كان المستشار أمينا في إنه يصمم على توصيل الشكوى، كان ممكن يضعها في جيبه وخلاص يعني وتنتهي المسألة، لكن هو قال أنا هوصل الشكوى بأي وسيلة. الشكوى وصلت على الشاشة بهذا الشكل، واثق إنها هتصل، هنوصلها كمان لمؤسسة الرئاسة بطريقتنا، وهي وصلت بـ 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 على الشاشة. ومحافظ القليوبية أبدى استعداده لأنه يديها شقة إذا محافظ القاهرة ما وفر لهاش الشقة. المحافظ محمد عشماوي أبدى استعداده تماما أنه يديها الشقة، وإذا محافظ القاهرة ما ادهاش الشقة هيديها لها هو. وفي ان شاء الله تحققي كل حل لكل مشاكلك ان شاء الله يا مدام هند.